عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أنا بسأل يعني برغم إن إحنا ملتزمين أو نحسب نفسنا كذلك يعني القرب من الله، ومع ذلك بيجي الواحد أمراض، ودي يعني الكثير من الملتزمين زي الاكتئاب والحزن وإن هو مش عارف يعيش في المجتمع. فهل اصلا وجود المرض النفسي للملتزم ده مرفوض يعني مش موجود، ولا هو موجود، وايه العلاج وايه الاسباب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فجرت سنة الله سبحانه وتعالى أن الخلق يبتلون في أموالهم، في أجسامهم، في أولادهم، في غير ذلك. قال تعالى لأهل الإيمان: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فأخبر الله أننا سنبتلى في أموالنا وأنفسنا وغير ذلك. فالشاهد من هذا أن هذا الابتلاء إذا حل بالمسلم يكون لرفع درجاته ولتكفير خطيئاته، أما إذا حل بالمجرمين العصاة فيكون انتقاما منهم وتنكيلا لهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالهدم يسقط على الناس، يموت تحت الهدم الصالحون والطالحون، فصاحب الهدم شهيد، والآخرون الكفرة خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، والله أعلم. سوى. ما كنا نعلم أن